عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة خليفة الغزالي المتنوعة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش غادي نبروشي واحد المضخة صغيرة إلا بغيتي تزيد لابريسيون ديال الماء مثلا عندك في الدار. إذا بعجالة غادي نشوفوا هذا لي سامبول اللي عندنا هنا. عندنا مضخة 220 فولت، عندنا 0.37 كيلو وات يعني نصف حصان، وعندنا 8 متر على حساب الجران اللي كتجر من التحت، وعندنا 40 متر اللي كتدفع الفوق، وعندنا 40 لتر في الدقيقة. هنا بالنسبة للكوندنساتور عندنا كوندنساتور ديال 10 ميكروفاراد، بالنسبة للهرتز عندنا 50 هرتز، وفي دول اخرين كاينين 60 هرتز. اذا هاد المضخة اللي عندنا فيها 32 في المكان ديال يعني الفوق كدفع 40 متر وكتجر على 8 متر من التحت، بالنسبة للبئر كتجر 8 متر ما غاديش تفوت لينا 8 متر. هذا هو الفرق ما بين المضخة العادية والمضخة ديال الغطاس. الغطاس ممكن يوصل العمق ديالها حتى 80-90 متر. بالنسبة لاليمونتاسيون ديال الضوء كتخدم 220-220، عندنا واحد لافاز وعندنا النوترو، عندنا السلك الأصفر هو لاتير. اذا غادي نشوفوا هاد لي كومبوزون اللي غادي خصونا لهاد المضخة. غادي خصنا واحد الكونتاكتور 220 كيخدم 220، وغادي خصنا واحد البالون، بالون صغير ما يكونش كبير بزاف 30 أو 40 لتر، ضروري يكون فيه البرد كيلونس ديال البرد على حساب الكونتاكتور باش يبقى اكسيتا. وغادي خصنا واحد الكونتور ديال لابريسيون، هذا كونتور كيعبر لينا لابريسيون فيه حتى 8 بار. وغادي خصنا واحد التي ديال النحاس اللي غادي تجمع لينا ما بين الكونتاكتور والبالون، المضخة والكونتور ديال لابريسيون. اذا عندنا هاد الكونتاكتور ان شاء الله غادي نشوفو منش يتكون وكيفاش كيتبرونشا. هنا عندنا في المضخة بعجالة عندنا كدفع 40 متر و 40 لتر في الدقيقة، وكتجر على 8 متر من التحت. عندنا لاليمونتاسيون 220 2.7 امبير، وعندنا الار بي ام 2800 دورة في الدقيقة. اذا عندنا هنا في الفم ديال المضخة امبوس 32، وعندنا في السحب، اذا هاد المضخة في السحب كتسحب على 8 متر. الفم ديالها عندنا فيه 32 يعني امبوس، وفي الفم في الدفع عندنا فيه امبوس. اذا غادي نركبوا هاد التي ديال النحاس من الفوق هي الاولى بهذه الطريقه هذه، من بعد غادي نركبوا الاجزاء الاخرى. اذا خصنا نركبوا هنا واحد الكونتور ديال لابريسيون، هنا كنعرفوا به لابريسيون اللي كاينه عندنا ديال المضخه ديالنا. نحاولوا نوجهوا الكونتور الاتجاه باش ان شاء الله نبقاو نشوفوا لابريسيون فين كتوصل عندنا، ومن بعد غادي نركبوا البالون ديالنا من الفوق، وغادي نركبوا الكونتاكتور. اذا هذه هي الطريقه الصحيحه باش تركب الاجزاء ديال المضخه. هاد الكونتاكتور عنده الرونديل كيتحرك، انا كنفضل هاد النوع من الكونتاكتور. ومن بعد ان شاء الله غادي نركبوا هاد البالون، البالون اللي خصو يكون فيه
على الأقل 1.5 بار ديال الهواء. وبالنسبة للكونتاكتور إن شاء الله غادي نشوفو كيفاش غادي نبرونشيوها. إذن عزيزي المشاهد، هذا البالون غادي نزيدك واحد الفكرة وواحد المعلومة. إذا كانت هذا البالون خاوية من الهواء، فارغة من الهواء، كون مأكد بأن المضخة ديالك ما غاديش تسكت، يعني ما غاديش تإكسيتا، لأن هذاك الهواء هو اللي كيعطينا واحد الضغط اللي كيخلي المضخة تسكت. إذن هنا عندنا في مكان السحب ضروري غادي خصنا واحد الكريبين، هذه كريبين ديال 32، والدور ديالها هي انها ما كتخليش المضخه تسحب لنا الهواء. المضخه الا سحبت لنا الهواء ما غاديش تطلع لنا الماء، يعني ما غاديش يطلع الماء، ضروري نديرو الكريبين. اذا بالنسبه لاليمونطاسيون ديال الضوء، هنا عندنا الدخله ديال المضخة، وعندنا في الاتجاه الآخر الدخلة ديال لاليمونطاسيون ديال الضوء ديال 220. إذا غادي نحلو هاد الكونتاكتور وغادي نوريكم الطريقة فين غادي نبرونشيو أو فين غادي نوصلو الأسلاك ديال المضخة والأسلاك ديال لاليمونطاسيون اللي غادي يجيبو لنا الضوء. إذا هنا كما كتشوف عندنا جوج ديال لي بورن على اليمين وجوج ديال لي بورن على اليسار. هنا عندنا مكتوبه لين، يعني المنبع ديال الكهرباء، وعندنا هنا في الاتجاه الاخر مكتوبه موتور. اذا في هاد جوج لي بورن غادي يركبوا لنا الاسلاك ديال المضخه، وفي هاد جوج لي بورن غادي يركبوا لنا الاسلاك ديال لالين اللي جايبه لنا الضوء. باش نسهل عليك الامر ديال البرونشمون او توصيل هذه الاسلاك، غادي نشوفو كيفاش غادي نوصلو الاسلاك. وإلا عجبك الفيديو وعجبتك القناه، ما تنساش دير لينا اشتراك ودير لينا تعليق محفز باش يوصلك ان شاء الله كل جديد في قناه خليفه الغزالي المتنوعه. اذا هنا عندنا البرونشمون ديال الدخله ديال الموتور، وفي الاتجاه الاخر عندنا الدخله ديال لالين ديال الضوء. وشكرا على المتابعه ومشاهده الفيديو.